شو قاعد بتسوي انت هون؟ بندرس الاولاد الصغار. بتدرس الاولاد الصغار؟ طيب ليش ما بروحوا على المدرسه؟ ما في اساتذه وما في مدرسين، ما في شيء. ما في شيء. طيب انت اي صف عمو؟ سادس. صف سادس، ما شاء الله، الله يعطيك العافيه يا عمو. طيب هاي الكتب من وين جبتوها؟ من المدارس اللي انقصفت. من المدارس اللي انقصفت. مين قصف المدارس عمو؟ بشار. طيب انظروا ايها العالم الى ارادة الشعب السوري، ارادة اطفالنا، اطفال في طفلة في الصف السادس تقوم بتعليم الاطفال في الصف الاول او تقوم بتعليمهم وتدريسهم في هذه الغرفة المتواضعة التي لا يوجد فيها لا كهرباء ولا اي شيء يخدم تعليم هؤلاء الاطفال. طفلة في الصف السادس تقوم بتعليم الأطفال. كمل درسك عمو، الله يقويك يا رب. سلوى.